هاي بدون غسل بس مسح المسحة شوية، الزابون يتعب روحه ويغسله. عن كمثال شوف هسه هذا السواد هنا بعد الكنيسة راح يصير بيها بابا هذا المعدم والآخر شيء ترميع. بس شوف الانعكاس مال تبارك والله العظيم امراي كانما مطلب الاحواض، كانما هو المعدن حديد ومطلب احواض كهربائي، لان تعرفون المعدن على من يوم شويه يعني زنكات شراد. طبعا هذا الويل خالنا من البصرة اللي هو عماد هاشم، عدنان هاشم العفو، عدنان هاشم دل الحج عدنان. محمد كوستا هاي الباقيات انا غسلتها.